مسك تعتبر واحدة من الفاونديشنز الجدا مهمة في السعودية. أنا شخصيا أعرفها عن طريق برنامج سعودي فيجن 2030 ليدرز اللي دائما حبيت أتمنى أن أكون جزء منه. بتعطي للمجتمع وبتحقق في المجتمع عن طريق البرامج اللي بتسويها، زي ما انت شايفه المدينه الجميله اللي بيحاولوا تبنوها في مسك كوقف، وعده مشاريع منها هذا المؤتمر اللي احنا فيه. بتعطي للشباب فرصه انهم يتعرفوا على شيء جديد وشيء يعني جدا مبدع. ما ادري شفتوا المثال حق ذا كلاس اوف ذا فيوتشر، كيف ال 3D، كيف اولادنا حيتعلموا بطريقه جدا مختلفه عن اللي احنا تعلمنا، فيها انتراكشن مع الطبيعه ومع العوامل اللي تاثر على طريقه تعليمهم. The Class of the Future is one of the initiatives اللي حيتم تطبيقها عن طريق مدارس الرياض. اخذنا جوله وكانت جدا ممتعه، لانه فيها وتوضحوا فيها كيف حيكون الكلاس حق اولادنا في انتراكشن عن طريق الفي ار، عن طريق حتى الروائح، عن طريق الكنترول للهيوميديتي. ورونا في فيرتشوال رياليتي انه كيف حنكون في الغابه، فكان بتخيل ورانا تخيل كيف انه المدرس في الامازون حيكون ماسك الفروغ، هو موجود حاليا في الغابه مع ضفدع في ايده، والستودنت يعني كانهم اولموست تاتشينج الرياليتي، فكان جدا جدا ممتع لنا.